مرحبا بكم في هذا البرنامج، برنامج يوم مع الفلاحة. يوم مع الفلاحة اليوم رانا بتحديد بولاية الجلفة بمنطقة تعظمية وبتحديد بمقطع الوسطى، وين راحين نتكلموا مع فلاحين هذه المنطقة وراحين ننقلوا جميع انشغالاتهم. مشاهدينا بلا ما نطولوا عليكم تابعوا معنا. منطقة مقطع الوسط تابعة لبلدية تعظميت، دائرة علبل، تعاني ماهيش من شح الكهرباء، لا من عدم الكهرباء منذ عقود. رانا عاقدين من زمن، كاين اللي عنده 20 عام وكاين اللي عنده 23 وكاين حتى 30 عام. لحد الآن المسؤولين اللي وعدنا المجلس الأول الزاوج الثالث هذا الحالي المجلس هذا رانا فيه. قال لنا راني في ديك اللجنة تجي هنايا وتشوف تقارن ما بين المناطق، اللي خادم واللي ماهوش خادم. احنا ما جاونا ما خزرنا ما والو، ان تفاجئنا بها راحوا داوها لجهه اخرى. محمد، فقط لو كان تكلمنا يعني بخصوص المشاكل اللي راهم يعانوا بها الفلاحين بهذه المنطقه. احنا عندنا المشاكل تريسيتي بر. كيفاش تريسيتي؟ تريسيتي جايه بعيد والدوله ما دعمتناش بتريسيتي. يعني هذه الارض اللي رانا متواجدين فيها، هذه الارض تاعكم؟ هذه تاعنا هي. مستثمر. بالنسبة للكهرباء الريفية، الكهرباء هذه من واش من بلاصة كم جايبينها؟ احنا جايبينها من تحت على كيلو و200، وهنايا ما تلحقش كافية. المراسل الأول 2006 6 كاس ولا بعد. شوف الموضوع استفسار بخصوص الشكوى المقدمة للسيد رئيس الدائرة. إلى السيد الوالي الأمين العام للولاية. السيد الأمين العام للولاية. الموضوع شكوى الطعن في جدوله الاوليه لسكان منطقه مقطع الوسط. هذه وين في وش من داتا وين في 22/9/2019 الى السيد وزير الفلاحه. يعني كنت راسلت الجهات الوصيه العديد من المرات. عديد من المرات من 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 من, من وقت الوالي اللي لقال اش بيها الحاجه؟ واش بيها العطش؟ نداوي فيها بالا بيها العطش نداوها وناخذ مرها كنيه لقال بالماء ما لحقهاش. راك تشوف فيها رانا اللي نحيناها ورانا نعاودوا فيها والو. الله قلب هذا الشجره اسباب موتها السلطات المحليه من البلديه راس دايره. هما اللي كتسبوا فيها، هما الاسباب يسبوا فيها. وضحنا وعدونا يقول خلاص رانا نجوكم ونخرجوا ونشوفوا هذا المكان ورانا خلاص هذا الكهرباء نعطوكم منها. من بعد ما كاين والو. الحاجه حكينا بالنسبه لك انت يا كعرف كفلاح في هذه المنطقه، حكينا على شجره وشنو الانواع هنا اللي راك خدمها؟ المشماش والرمان والكرموس كرما والخوخ والزيتون. الزيتون ها وما فيهش حبه بها العطش مات. كاين اللي مات راك تشوف فيها هذه الشجره كاع راها كانت حكايه. كنا نحو منها المشماش نبيعوه ونديروا منها الهرمات وفولي جيدي ونخدموا في الناس ودارك. لا احنا للناس راحت قراط هذه الارض. كي يقول القصاي قلنا رانا خلاص هذا سمانا هذه نخرجوا ونشوفوها. بصح ما كاين والو وما جانا لا رئيس بلديه لهذه المنطقه شافها ولا رئيس دايره يواعدنا بالكذوب. رئيس دايره كل الثلاثة عنده كل الثلاثة أخلاف البراوات. وعدنا قلنا نجيكم ورانا نستناو. زيد هذه منطقة فلاحية مع تربية المواشي.
اي فلاح هنا عنده الفلاحه نتاعو والماشيه. جايبينها ملكيه على مسافه كيلو جايبينها بالكوابل برك. اي مهبطين كونتور تحت كوابل و... يعني واش صغمتكم انكم باش توصلوا للمنطقه تاعكم؟ شحال درهم؟ 21 مليون بصح مش كافيه، المشكل انها مش كافيه، مش المشكل في اللعب. ايه بالنسبه للانتاجات تاعكم انتم تستعملوا في ماده المازوت؟ استعملوا في المازوت. ايه احكي لنا شويه على على المشاكل اللي راكم تلقوها ديما خلال الانتاج تاعكم لماده البطاطا والجزر والبصل، حتى كاين بعض الاشجار المثمره هنا كنت وقفت عليها، تكلمنا شويه على المشاكل اللي راكم تلقوها يوميا من خلال هذا. احنا نعانوا من تريسيتي، نطلبوا من الدوله تعاوننا تلحق لنا تريسيتي. احنا كشباب ما عندناش مهنه خلاف الفلاحه، وان شاء الله ندعموا الدوله. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندنا فاتح مسلك هذا من طرف احد الجيران مدعي علينا باللي رانا بلعينو الطريق، مسكرين عليه الطريق حاشرينه. بصح في الحقيقه هو كان في قبل مسلك عشوائي، وكان في وسط الدفتر العقاري تاعنا وفي وسط فلاحتنا كما راكم تشوفوا هنايا. حتى اقسم لي البطاطا تاعي ما عرفتش كيفاش نسقيها، ولات في خسائر كبيره فادحه كاع. وكاين ممر هاو منا يبعد عليه، هذا اللي فتحوه يبعد بحوالي 110 متر بالضبط، 110 متر. وكاين مسلك منا، هذه الارض تاعي في هذه الجهه راهي شغل رومبوا، فيها طريق منا وفيها طريق منا، زائد مسلك فلاحي ريفي تاع البلديه، دايرته البلديه مانيش دايره انايا ولا دايرته، دايرته الدوله، دايرته ليا وللجيران. بالصح الله قال احنا عندنا رب العالمين رانا شادين فيه، وشادين احنا في الحكومه هذه الجديده ان شاء الله نتفائلين بها خير. ورانا ناشدوا في السيد النائب العام لدى مجلس القضاء جلفاء والسيد وكيل الجمهوريه ورئيس المحكمه بدائره مسعد، يعاودوا ينظروا لنا في هذا الخبره، هذه خبره منجزه من طرف الخبير النفطي رضوان اللي تتعلق بالسيد هذا. قال راه السيد محصور ما عندوش ممر، بصح راك تشوفوا بعينيكم ذروك الممرات تدي للجيران كل بهم بما بهم فيهم انا. الماء الشاتي يشرب الماء، شادي كي نوض البومبه ما تنوضوش، الضو ما عدوش. ورانا وقتاش نستقلوا وقت الوقت ساقي من الخمسه للتسعه، كي تعود هذا عندنا هذا البوست هذا راه فيه قريب ل 30 واحد، فيه تقريبا 30 واحد نستقلوا حنايا يا جماعه اللي بعيد من الخمسه للتسعه. ماده المازوت دايرين له جروب بالمازوت، نجيبوه بالامر صعبه ونزيدوا كي يخدموا، كي تعود الفلاحه قريب يا طير اكروا يا تروح ليه في حياه يحبس، نولوا في 15 يوم تموت الفلاحه تبقى مجمده، ما نبيها ما هو بها، وخاسرين الدراهم والمازوت والخدمه والتعب، ونزيدوا المازوت الموتور تخصوا بها تبقى حابس. وكان مرات نسحوا كنقعدوا رايحين ليه، نقول كل يوم عنده ما يعطينا حتى جواب، رانا جايينكم بصح ما كاين حتى شعره والو، وعدنا يكتبنا في ورقه اتم طططط خلاص خلاص من تنين قاضي نروحوا قدسوا لكم ربي. السمانه هذه القصه الجايه راكم تكونوا تفاجئ كنروحوا من قوالو. الساحه تاعها 22 هكتار فاصل 73% 73% 22 هكتار و73 ار بالضبط. قسموها لنا هنايا ذروك ما عرفناش حتى السقي كيف نسقوا المنتوج تاعنا، ما عرفناش كيف نسقوا، عشينا في خساره واحده اخرى، عشينا نجيبوا في تويوت واحد اخرين، عشينا نجيبوا في رشاش واحد اخر باش نسقوا كل جهه وحدها. بقلت الامكانيات التريستي الله غالب، الله غالب، رانا دايرين كوابل من بعيد كي نوضوا جماعه اللي لتحت حنا نحبسوا الفوق، ورقم هذا الشح ورقم هذا البعد، ورانا راك تشوفيني رانا نعلم هالبطاطا القمح الشعير البيوت البلاستيكيه هي وين النباتات اللي تعرض الجليد، انا دايرينها تحت البيوت البلاستيكيه. نطلبوا من السيد الوالي
إفادة لجنة تحقيق في مستثمرتنا التي قادي تذهب قادي نمشوا عليها وخلوها لا قال هذه هي الفلاحة تاعنا والموتور لازم تعود في كل ساعة تعود قاعد عدو في الليل في النهار لا ربما يوقع فيه فوتيف يفسد الكونتور الموتور يفسد الموتور كيف يفسد الموتور ديك ساعة ما يبقى والو لا اللي قدامه ولا اللي وراه هذه القضية تاعنا ولكن الله غالب احنا رانا طالبين رب العالمين وطالبين هذه الحكومة ان شاء الله ورانا ندعو لها بالخير وحنا رانا تاكلين على ربي وحنا الخدمة رانا خادمين بذراعينا ماناش طالبين في الدولة ولا سنتيم خدمنا بمجهود تاعنا والحمد لله والعرق تاعنا ورانا نوفروا في المنتوج من شتى الأنواع. مانيش طايقلها من لوبان الله غالب الاول ان البتيه ب 650 700 مع الـ مع الـ مع الترونسبور بها جيبت الحرق ب 750 واش تشد لك ما تشد لك والو لومبان السبب هو سبب الله العالم انا دروك مانيش داخل في المخ تاعو هو داخله في تقننت انه هذا الارض تقعد بور ما تخدمش تقعد كيما هكذاك بور عريانه ما نستفيدوا منها ما يستفيد منها حتى واحد هذه هي الله العالم هذا السبب نتاعو الوحيد تكلمنا وبعثنا مرسولين وحاولنا ان نديروا الصلح ولكن تعند هو قال لك ما نديرش الصلح انا يفتحوا لي طريق منا هذيك الطريق ما توالمنيش وهذيك الطريق ما توالمنيش نحوس على طريق تعود تخرج عندي انا ماذا بيا طريق توصلني من القودرو للباب المنزل تاعي وهذه ما يقبلها حتى واحد انا نظن قاطع الطريق اصلا راه منعول هنايا ما قطعناش الطريق لانه كاينه طريق كاينه زوج طرق واحده اخرين بيزيد المسلك الدولة هلال خبير حاضر الدولة احنا فلاحين مقاطع الوسط منطقة مقاطع الوسط بلدية تعظميت نشكاو على الكهرباء راه عندنا تقريبا 20 عام نعانوا كاين اللي يعاني من المازوت كاين اللي ما عندوش به الضو ما كانش كاين كل واحد وكيفاه مفلحين البطاطا مفلحين الخضرة على انواع وشكال مفلحين كل خير الله يبارك بصح ما عندناش الكهرباء عندنا نفوذ ما هيش حكاية كما يقول لك معرفة كما يقول من وراها دافع أكفان الموضوع من وراها دافع علاه قال انتقم لي من هذا السيد هاهو افتح لي في سطو طريق ما يهمنيش ضرك لحقت الوزارة العدل وجاو فتحوا طريق ما عرضت هما ولو جابوا
الفرقه تاع الطرف الوطني الموجوده هنايا ما لقيتهم، قال لي احنا بات حمينه. قلت له وين اللي جاي راه يتعدى عليك؟ راه جاي من طرف الدوله اخدم خدمتك والخبر يقول لك جيبوه التوالع. انا راني ان شاء الله نوصل عليها حتى الوزاره، هذه اللي راني نطلب من وزاره العدل ومن اهل الخبره والاهل القانون ياخذوا لي حقي من هذا هذا المعتدي اللي فتح لي في وسط الطريق للارض نتاعي الفلاحيه، ياخذوا لي حقي منه. الفلاحة وقت المختار بو عبد اللي مدير الدياسة الفلاحة جانا هنا وعاين المستثمر نتاعنا ووعدنا اللي خير للأسف تبدل يعني القائمة الإسمية. سامحني فقط كنت تو ما رسلتوا ولا تلقيتوا الرد من سلطات؟ بالو والو والو، بدون جدوى، حبر على ورق، ريح في الشبكة. النداء نتاع الخير رحنا الرئيس دائرة للبيرو نتاعو، وعدنا باللي في ديسمبر اللي فات رانا تقريبا عام، قالنا يحصوكم مع المترا، المترا حصاوها وراح بدا المقاول وحنا لحد الان. هذا رئيس دائره. ثم راكم على حسب الكلام نتاعكم راكم طالبوا بإفاد لجنه التحقيق. ايه نطالبوا بإفاد لجنه التحقيق في الكهرباء، يجوا يعاينوا المستقبل، يعودوا عندنا نستاهلوا، رانا نستاهلوا، ما عندناش نستاهلوا ثاني، متودين للادانه. ايه متودين للادانه. نطلبوا للسلطات تخزرنا بعين الاعتبار. احنا رانا اولين في ذل الفلاحه، كاين اللي راه من 85 في ذل البلاصه، وكاين من 2001 اللي راه في ذل البلاصه، وكاين من 2005. نطالبوا في السلطات تروحوا لرئيس الدائره يقول راني نخرج لكم. قلنا لهم اروحوا خرجوا شوفوا ذل البلاد، الا كان ماهيش تسول فلاحه وماهيش تاع فلاحه لا تعطوناش، اروحوا شوفونا. يوعدونا يقولوا خلاص رانا قسمنا نجيكم هذيك الطريق، راكم في الكهرباء. كي نروحوا نقعدوا وقت عندنا من الثلاثه لثلاثه رئيس الدائره هذا نزوروه، عقبنا في مهاك لهذه الساعة كما راه. أنا في هذا العدد من يوم مع الفلاح، كانت هذه أهم انشغالات المواطنين والفلاحي هذه المنطقة بمنطقة مقطع الوسط التابعة لبلدية تعظميت. سنلتقي في عدد جديد وآخر. سلام.